هدف منذ الدقيقة الثانية هاي تتغير. شوفوا الثامن عنوتي والزعلاني معاه اذا، وتم مغالطة الحارس المرمى ويكون الهدف الثاني. شكري زعلاني هو اللي غلط حارس المرمى. اذا تتغير النتيجة في وقت مبكر منذ انطلاق الشوط الثاني. شوفوا كيفاش شكري زعلاني حاب يقص الكرة على سامي العروسي وإغالة حارس المرمى بطبيعة الحال بصفة عفوية وانطلاقة أخرى لهذه المباراة بعد افتتاح النتيجة منذ الدقيقة 15 لفائدة فريق النادي الإفريقي عن طريق بدرة السيني، وتعديل النتيجة في الدقيقة 23 عن طريق وراد المالكي. شكري الزعلاني إغالة حارس المرمى ويحقق هدف التفوق حاليا لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة